بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الثانية أعمال دولية، إن شاء الله النهاردة هنستكمل في مادة اقتصاديات التجارة الخارجية الفصل الثاني من الباب الثاني، وهو موضوع سعر الصرف. أولا تعريف سعر الصرف، هو السعر الذي يتم به مبادلة عملة دولة ما بعملة دولة أخرى، أو هو قيمة الوحدة من العملة الأجنبية مقومة بوحدات من العملة المحلية. بالنسبة لسوق الصرف الأجنبي، هذا السوق يتكون من مجموعة من البنوك تقوم باستبدال العملات، أي أن الوظيفة الأساسية للسوق هي أنها تسهل التبادل بين العملة المحلية والعملات الأجنبية. سوق الصرف الأجنبي بيتبع سوق المنافسة الكاملة، وفي سوق المنافسة الكاملة بيتحدد السعر وفقاً للطلب والعرض. أولاً سنتناول الطلب على الصرف الأجنبي. يمثل جدول الطلب على الصرف الأجنبي كل العوامل التي ينتج عنها طلب على العملات الأجنبية، أي ينشأ الطلب على الصرف الأجنبي من جميع العمليات الواردة في الجانب المدين من ميزان مدفوعات، مثل واردات السلع، واردات الخدمات، التحويلات للخارج، واردات الذهب، صادرات رؤوس الأموال. بالنسبة لعرض الصرف الأجنبي، فإن مصادر عرض الصرف الأجنبي أو الطلب على العملة الوطنية يتمثل في كافة البنود الواردة في الجانب الدائن من ميزان مدفوعات، مثل الصادرات السلعية، الصادرات الخدمية، التحويلات للداخل، واردات رؤوس الأموال، وصادرات الذهب. أنواع سوق الصرف الأجنبي عندنا نوعين، أولاً أسواق الصرف الحاضرة، ثانياً أسواق الصرف الآجلة. في أسواق الصرف الحاضرة يتم فيها التعامل على أساس أسعار الصرف الحاضرة أو الآنية، أما أسواق الصرف الآجلة فهي الأسواق التي يتم فيها التعامل على أساس أسعار الصرف الآجلة، أي التي يتم فيها من الآن الاتفاق على بيع أو شراء عملة أجنبية طبقا للسعر الآجل على أن يؤجل إتمام التسليم والتسلم إلى حين حلول الفترة المتفق عليها. هنا يمكن التفرقة بين ثلاث أنواع من المعاملات في أسواق الصرف الآجلة: المضاربة أو التحكيم والمراجعة والتحكيم في سعر الفائدة. أول نوع من المعاملات هو المضاربة. إذا توقع المتعاملون في سوق الصرف الآجلة أن سعر إحدى العملات سيرتفع في المستقبل، فإنهم في هذه الحالة سيتجهون إلى شراء أكبر كمية من هذه العملة وبيعها فيما بعد عندما يكون سعرها قد ارتفع. أما إذا توقعوا أن سعر إحدى العملات سينخفض في المستقبل، فإنهم بيلجأوا إلى بيع هذه العملة الآن وشرائها فيما بعد للاستفادة من فرق السعر. النوع الثاني اللي هو التحكيم أو المراجعة، هي تلك العمليات التي تهدف إلى تحقيق ربح للاستفادة من الفارق السعري في سعر الصرف عملة معينة بين سوقين أو أكثر في وقت واحد، عن طريق شراء عملة في سوق منخفض السعر وبيعها في السوق مرتفعة السعر. ثالث نوع من المعاملات هو التحكيم في سعر الفائدة. تتم هذه العمليات في حالة اختلاف أسعار الفائدة على ودائع البنوك الآجلة بين أسواق النقد المختلفة. لو حددنا الاختلاف ما بين عمليات المضاربة وعمليات التحكيم، هنحدد ثلاثة نقاط جوهرية. أول نقطة الوقت، بنجد إن المحكم يستفيد من اختلاف القائم في أسعار صرف العملات بين أسواق صرف مختلفة في وقت واحد، بينما المضارب يحصل نشاطه في سوق واحدة. النقطة الثانية درجة التأكد، المحكم بيقوم بعمليات البيع والشراء على أساس سعر معلن ومحدد في أسواق الصرف، أما المضارب فبيتوقع اتجاه معين لأسعار الصرف. النقطة الثالثة تعدد الأسواق، بنلاقي أنه عمليات التحكيم يتم فيها التعامل في أكثر من سوق واحد للصرف، أما عمليات المضاربة فتتم في سوق واحد. هنا هنتناول نظم الصرف المختلفة، وفي عندنا خمس نظم: واحد نظام أسعار الصرف المرنة أو المعومة، اثنين نظام أسعار الصرف الثابتة، ثلاثة نظام التثبيت المضار، أربعة نظام التعويم المضار، خمسة نظام الرقابة على الصرف الأجنبي. بالنسبة لأول نظام، نظام أسعار الصرف المرنة أو المعومة، بنجد أن سعر الصرف بيتحدد بتفاعل قوى الطلب والعرض دون تدخل من السلطات النقدية. أي سعر صرف أقل من هذا السعر فإن الكمية المطلوبة منه تفوق الكمية المعروضة، هذا الفائض في الطلب يدفع سعر الصرف إلى الارتفاع في اتجاه السعر التوازن،
وفي حالة أن الكمية المعروضة تكون أكبر من الكمية المطلوبة فإن سعر الصرف يتجه إلى الانخفاض ليصل إلى السعر التوازن. هنا بنفرق بين نوعين من التعويم، تعويم نظيف وتعويم غير نظيف. التعويم النظيف وفيه تقوم السلطات النقدية بترك سعر الصرف حرا يتحدد وفقا لقوة الطلب والعرض. التعويم غير النظيف معناها تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف الأجنبي بائعة أو مشترية بقصد التأثير على قيمة عملتها لتحقيق أهداف معينة، مثلا زيادة المعروض منها وتخفيض قيمتها من أجل تخفيض أسعار صادراتها لزيادة الطلب العالمي عليها، أو قد تدخل هذه السلطات كمشترية لعملتها الوطنية بهدف زيادة الطلب عليها وبالتالي رفع قيمتها لمنع رؤوس الأموال من الهرب للخارج. تاني نظام هو نظام أسعار الصرف الثابتة. في هذا النظام بتتحدد قيمة ثابتة للوحدة من العملة الوطنية بالنسبة لوزن معين من الذهب مع ضمان قابلية التحويل بينهما بلا قيود، بالإضافة إلى حرية استيراد وتصدير الذهب من وإلى الدول التي اتبعت قاعدة الذهب. النظام الثالث نظام التثبيت المدار. في هذا النظام بتكون في أسعار صرف ثابتة وإلزام السلطات النقدية بالتدخل في سوق الصرف للحفاظ على أسعار الصرف الثابتة من خلال ما لديها من أرصدة نقدية دولية لمواجهة الاختلال المؤقت في ميزان مدفوعاتها أو تغيير أسعار الصرف لعلاج الاختلال إذا استمر فترة طويلة في ميزان المدفوعات. النظام الرابع نظام التعويم المدار. وفي هذا النظام بيعطى قدر كبير من المرونة لأسعار الصرف، وفي نفس الوقت بتتدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف بيعًا وشراءً للعملات الأجنبية، وذلك لتجنب التقلبات الحادة في القيم الخارجية لها. مثلًا أن تقوم البنوك المركزية بمساندة العملة الوطنية إذا ما اتجهت قيمتها الخارجية نحو الانخفاض من خلال شرائها في سوق الصرف مقابل الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والعكس حينما تتدخل البنوك المركزية من خلال شراء عملات أجنبية مقابل عملة وطنية من أجل الحفاظ على قيمتها الخارجية منخفضة نسبياً لتحقيق ميزة تنافسية على حساب الدول الأخرى. النظام الخامس هو نظام الرقابة على الصرف الأجنبي. تلجأ الدول التي تعاني من عجز مستمر في ميزان مدفوعاتها إلى رقابة مباشرة على الصرف الأجنبي، خاصة إذا كان هناك تدهور في أرصدتها الدولية أو ارتفاع في مديونتها الخارجية بشكل كبير. من الطرق التي تستخدمها للرقابة على الصرف: واحد، فرض مجموعة من القوانين التي تمكنها من إحكام السيطرة على كافة موارد النقد الأجنبي واستخدامه. 2، تحدد السلطات النقدية الإجراءات الإدارية التي يلتزم الأفراد والوحدات الاقتصادية باتباعها للحصول على العملات الأجنبية لتسوية مدفوعاتها الخارجية. 3، تطبيق نظام تعدد أسعار صرف، حيث تحدد هيكل الأسعار بيعها وشرائها للصرف الأجنبي لمختلف المعاملات.